في افتتاح عروض مدار قرطاج، بنات وصلة لهالة فطومي والفصول الأربعة لإميليو كالكانيو، إنتاج بالي أوبرا تونس، الثلاثاء 17 جويلية 8 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الروماني بقرطاج، كارفور المرسى، كارفور بومهل، مدينة الثقافة، وعلى الرابط e-festival.in بمساهمة الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار، اتصالات تونس، النقل الرسمي للمهرجان، الخطوط التونسية.